بروفيسور محمد تقي الله ماء العينين، أستاذ جامعي رئيس المنتدى العالمي للتضامن الإنساني والمستقبل. حقيقة يعني سألتموني عن تطور الدبلوماسية المغربية. لا يخفى على أحد أن الدبلوماسية المغربية عرفت تطور نوعي، يعني يمكن أن نقول أنه أعطى ثماره في بعض المجالات، ولكن الحقيقة أن المتوخى من العمل الدبلوماسي لا زال ينتظر الكثير، نظرا لمكانة المغرب الجيوستراتيجية ونظرا للقيادة الرشيدة التي حقيقة عرفها تحت ظل جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وبطبيعة الحال إذا أخذنا مثالا على ذلك بالنسبة للملف القضية الوطنية، لا شك أنه بدأ يعرف تطورا إيجابيا، وحبذا لو أن في إطار التمثيليات الدبلوماسية التي يعني تعالج هذا الملف على صعيد المستويات المنظمات الدولية يكون ينجز بطريقة محكمة أكثر. يعني أن أولئك الذين يجب أن يعالجون هذا الملف يجب أن يكونوا ذوو الاختصاص في الملف، وأن يكونوا على دراية كبيرة من تطورات الملف التاريخية والسياسية والاجتماعية وحتى الأنثروبولوجية. والحقيقة أن الكثير لما زرنا هذه الأقاليم لما زرت هذه الأقاليم لما زرت مؤخرا يعني في إطار استرجاع الأقاليم الصحراوية المغربية، لما زرت العيون وسمارة وبوجدور والداخلة، وجدت أن الأعيان وأن الساكنة تتساءل في سؤال واحد: على أي أساس تختار الخارجية المغربية أو الحكومة المغربية هؤلاء الأشخاص الذين يمثلون الأقاليم الجنوبية في إطار الدفاع عن هذا الملف؟ هل هي على أساس كفاءات أم هي فقط على أساس محسوبية؟ فهم يتساءلون كثيرا عن هذه النقطة. ثم لا شك أن هناك الآن وعي أكثر بالنسبة لحقيقة أبناء الأقاليم الجنوبية، وعي أكثر بالمسؤولية في إطار هذا الملف والدفاع عنه. ولكن يجب أن يعني أذكر، وقبل كل شيء وبعد كل شيء، أن في إطار المجهودات الجبارة التي قادها شخصيا جلالة الملك شخصيا بالنسبة لإفريقيا والعالم العربي والقضية الفلسطينية، حقيقة هذه المجهودات أعطت للمغرب وجه آخر، وجه جديد آخر، خاصة في إطار حوار جنوب جنوب، وخاصة في إطار التعاون الثنائي والتعاون الدولي.